برج الجوزاء 7/5/2024 نبدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبيب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الجوزاء. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. أخواتنا جميعا انتبه للقراءة وبلاش تركز في الطريق اللي أمامك وركز في القراءة. وأتمنى من أخواتنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فالاشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وإن كنت بتعاني من السحر أو من المس أو من تعطيل أو من تابع أو من أي شيء، كل الإعدادات منزلها داخل القناة أو الرقم أمامكم واتس اللي حابب يتواصل معنا إن شاء الله. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. برج الجوزاء، شايف يعني ايه المشاكل اللي عندك؟ انا شايف في مشاكل. شايف ليه دايما المشاكل معاك؟ ليه دايما عصبي؟ شايف برضو معدتك عصبية. شايف دايما يعني بتعصب نفسك. يعني حاول تهدي نفسك، حاول بلاش المشاكل، بلاش تدخل في لقاءات فيها مشاكل. يعني انت بتدخل كتير في حدات فيها مشاكل، بس انا شايف في امور عندك فيها تحسن، في امور عندك فيها رزق، في اوراق بتخلص في محاكم. شايف برضو اخيرا هترتاح وهتاخذ حقك. شايف الضيق اللي انت فيها تخرج منه خلاص باذن الله. شايف برضو بس انت خف التوتر والسكوت والحاجات اللي انت فيها دي هتطلع منها. المشاكل اللي حصلت في حياتك دي ومش عارف تطلع منها، هتطلع منها بإذن الله تعالى. حاول تهدي أعصابك، تهدي نفسك وتخرج وتطلع من الاكتئاب اللي انت فيه والضيقة اللي انت فيها دي. شايف برضو ان الفترة اللي داية دي يعني شايف قدامك، بعدك قدامك كم يوم، كم يوم بالظبط شايف هيكون عندك خير او حصل عندك خير. شايف برضو هنا يعني شايف في مشروع جديد، شايف عندك عمل جديد او مشروع جديد. شايف برضو هنا يعني في رزق دايلك باذن الله تعالى، الرزق ده دايلك. بس خلي بالك من شخص، الشخص ده من وجهين، يعني شايفه بشكلين امامي، يعني عايش معاك او قاعد معاك، رفيقك او صاحبك او هذا الشخص بوجهين، بيقول امامك كلام لكن هو منافق، هو منافق وبيأذيك وبشين. انسان مش كويس، انسان مش كويس خالص، احذر منه. يعني هو الشخص ده قريب منك. هاي القراءة عامة اخواتنا في الله لرجال ونساء، فضلا احبابنا في الله دعموا الفيديو باللايك. اخواتنا في الله، شايف هنا في مواجهة كبيرة انت ما كنتش متخيلها، بس انا شايف في هنا لقاء حلو ليك، بس المواجهة دي هتطلع منها. انا شايف برضو ان انت انسان صبور، بس عندك تحسن في حياتك. شايفك انك بتكافح، شايف انك بتكافح دايما، طموحك عالية دايما، هدفك قدامك، بتعرف انت عايز تعمل ايه وبتعرف كل حاجة عايز تعملها. يعني شايفك بتعرف تاخد ايه او بتعرف عايز كل حاجة عارفها قدامك. شايف ان انت هتدخل في حاجة او الحاجة دي هتدخل برضو فيها تاني، فيها رزق ليك. الدوامة اللي انت فيها دي خلاص هتطلع منها، هتطلع من العالم اللي انت فيه. انت حاسس ان العالم اللي انت فيه مش تبعك، عندك توتر، عندك حيرة، عندك احباط. شايف ان عندك شايف ان عندك خير، في طريق سفر امامك كم يوم بالظبط وهيبقى عندك طريق سفر. الطريق ده فيه خير ليك. شايف عندك تغير جذري لحياتك. انت عندك حد عزيز على قلبك محبوس في السجن، حد مريض، حد في ضيقه في خنقه. شايف ان انت بتحاول تساعده، بتحاول تدعي له بكل خير. شايف برضه هنا دايما بتقول يا رب افرد همه او فرد عنه او اشفيه او نديه. هو عزيز على قلبك، شايف ان انت يعني زعلان عليه جدا. شايف برضه عندك اشتياق لأطفال، اشتياق لأحباب، اشتياق لأهلك، عندك كمية اشتياق. شايف عندك كمية اشتياق.
بس أنا شايف برضو جوا قلبك، قلبك كبير جدا، شايف عندك بس التوتر اللي عندك والحيرة، ساعات بتصرخ من دماغك، ساعات يعني بتقعد لوحدك وبتبعد عن الناس، ساعات يعني بتبعد عن الناس وبعايز تقعد لوحدك أو تبعد عن الناس، مش حابب تتكلم مع حد. شايف برضو إن عندك يعني تعب في المعدة، عندك تعب في المعدة، يعني حتى الأكل اللي بتاكله أو الطعام حاسس إنه ملوش طعم. شايف برضو عندك هنا أشخاص مش كويسين، ناس كبيرة في السن، يعني هم بيحاولوا يؤذوك، بيحاولوا يزعدوك، بيحاولوا إن هم يبصوا لك بنظرة مش كويسة. احذر منهم وخلي بالك منهم، الناس دي مش كويسة، الناس دي وحشة، خلي بالك منهم واحذر من الناس اللي حواليك. شايف عندك هنا فتاة الصور أو بنت الصور، شايف عندك خاتم، خاتم حلو، شايف عندك خاتم أمامي، خاتم حلو، عندك لقاء حلو مع حبيبك، عندك لقاء مع زوجك، عندك حد في رجوع، شايف عندك يعني أنا شايف خاتم قدامي. شايف برضو عندك عندك علاقة حب قوية، هترتبطي في ارتباط بحد معين، بس خلي بالك أو خلي بالك من واحدة ست، خلي بالك من واحدة ست، الست دي حقودة غيارة، يعني شكلها مش كويس، دايما بتحسدكم على كل حاجة في حياتكم. الست دي من أهلك، من دوا بيتك، احذر منهم. أنا شايف عندك كذا حد هنا بيحسدوك، عندك كذا حد معين عينه عليك بيحسدوك. أنا شايف برضو عندكم اشتياق لأطفال، عندكم لقاء. شايف برضو بإذن الله تعالى سبحانه وتعالى أنت هادي، خليك يعني هادي شوية، لأن ديلك رزق هيديلك بإذن الله تعالى، بفضل الله هيديلك الرزق. شايف برضو أنا عندك اشتياق للأطفال، عندك يعني بس شايف في فرحة بمشروع حلو، في نجاح، عندك كذا أمر مضي بإذن الله تعالى. يعني هنا بلاش الإحباط، بلاش التوتر، بلاش الأمور المزعجة، حاول تتحسن، حاول تلملم كل الأوداع دي وترميها ورا ظهرك أو ورا ظهرك علشان تقدر توصل، وتقدر توصل لهدفك اللي انت حاطه في دماغك. الرزق داي، الرزق داي بفضل الله تعالى. أنا شايف عندك نجاح خير، يعني الناس اللي هم دول أخذوا حقك وأكلوا حقك، دول إن شاء الله ربنا هينصرك عليهم بإذن الله، عشان شايفة أو دايما يعني هنا شايفك دايما دمعتك على خدك بسبب حقك اللي ضاع. أنا شايف هنا في لقاء حقك يعني رادع، حقك رادع وهتاخديه بإذن الله تعالى، هتاخد حقك اللي ظلموك أو اللي افتروا عليك أو اللي أخذ حقك، لأن أنا شايف في نصرة في المحاكم، شايف في نصرة في المحاكم. شايف هنا عندك بس أنا شايف في تأنيب في الضمير، شايف في تأنيب في الضمير، ليه؟ شايف في تأنيب في الضمير، يعني أنا شايف كل ما الطريق تفتح أمامك تنسد مرة واحدة، تلاقيها انسدت مرة واحدة. حاول تخلص من الحسد اللي عندك والضيق اللي عندك علشان تفتح أمامك الطريق بفضل الله تعالى. أنا شايف إن أنت منتظر خبر حلو، المنتظر خبر حلو، والخبر ده دايلك، الخبر ده دايلك بفضل الله تعالى، فيه خير هتديلك بإذن الله تعالى. حياتك هتتغير بالكامل، هيكون فيها تحسن، هيكون فيها خير. شايف برضو هنا انت يعني خرجت من بيتك حزين ودمعتك على خدك، بس شايف ان الناس اللي طردتك او ظلمتك او حسدتك دي، شايف انك هتاخذ حقك منهم. الناس والناس اللي طردتك هتديلك وهتطلب منك السماح بإذن الله تعالى. وشايف عندك خير وعندك رزق وتفاؤل، حاول تتحسن من أمورك وحاول تتحسن من أوضاعك اللي انت فيها، يعني عايزك تكون هادي، أمورك عكس يعني توقع، عندك توقعات حلوة، هتخلص من استخلص من الضيق اللي عندك والحسد والتعب علشان تفتح أمامك، شايف لك فرحة بإذن الله تعالى. شايف عندك تعزيز،
شايف عندك راحة مرة تانية، عندك راحة مرة تانية، هتتحسن الأوضاع معاك، شايف عندك تحسن الأوضاع بعد التعب اللي حصل معاك، شايف برضو تحسن أمورك، شايف عندك، بس حاول تحصن نفسك علشان ما فيش حدا تأذيك. شايف عندك خبر حلو طال انتظاره، شايف عندك برضو اهتمام، حاول تهتم بنفسك أكتر، حاول تهتم بنفسك جدا علشان شايف عندك شوية تعب، حاول تستهم بنفسك علشان شايف عندك مشكلة في صحتك، حاول تعالجها. بسم الله الكاشف، شايف الفترة دي عندك اكتئاب، داخل في اكتئاب، داخل في حيرة، العين مركزة عليك قوي، العين صيباك، العين حسداك، العين قوية من واحدة ست، بتلعب بأدوار كتيرة، العين قوية وحسداك بمشاكل بعراكيل، عملالكم ضغط نفسي أو عملالكم مواضيع كتيرة بتتفتح قدامكم. شايف برضو في حاجات يعني كتيرة من عملالكم تعب، في أشخاص منافقة حواليكم كثيرة، داري، حاول تداري، بلاش الكلام الكتير، داري، ما تتكلمش كتير عن أي حاجة، حاول إنك تكتم، هتلاقي المواضيع هتفتح معاك وهترجع كما كانت وهتحس براحة، بلاش عشان الناس بصالك بطريقة تانية بالحسد والعين. أنا شايف إن أنت في أحداث هتكون من صالحك، شايف هيكون في أمور جذرية هتحصل الفترة اللي جاية، أنت اللي هتشتغل عليها بنفسك، أنت اللي هتحصل عليها بنفسك. عندك هنا شراء، شراء مكان، شراء منزل، شايفك ناوي تشتغل على نفسك. عندك شراء أرض، شراء بيت، شراء شقة، الله أعلم، أنا شايف عندك طاقة شراء. بسم الله الكاشف، شايف عندك مبلغ من الفلوس، بس خلي بالك أنا شايف هنا في ناس بتراقبك وفي ست بتتفق عليك، مش حابين لك الخير، مركزين في أدق التفاصيل في حياتك، علشان كده بقول لك احتفظ لأسرارك، ولو حد عامل حبيبك بلاش تآمن لحد، بلاش تقول اللي في قلبك يكون على لسانك. شايف عندك حيرة علشان شايفك محتار، وشايف هنا في حد ظلمك، في حد ظلمك، افترى عليك وانت فوضت امرك لله وقلت مستحيل اسامح حد، وقلت مستحيل اسامح فيه. شايف هنا، بس خلي بالك من نفسك الفترة دي، انا شايف عندك سفر، عندك طاقة السفر، لإما السفر مفاجئ لإما أنت عامل حساب السفر، أنت حاسس، شافك حاسس بالغربة، حتى لو وسط الناس أو ملايين من الناس حاسس بأنك لوحدك، حاسس أن أنت متكتف، حاسس يعني حاسس أن الوضع أمامك مختلف، ما بقتش أنت، ما بقتش هو نفس الشخص اللي كان عنده طموح، بيحب الحياة، عنده طاقات إيجابية، حاسس نفسك في دوامة. بسم الله الكاشف، أكتر ما بقيت كنت بتتكلم بقيت ساكت يعني، بس أنا شايفك أن أنت بدأت تغير من نفسك، بدأت يعني تغير من نفسك، تشغل أمورك، بدأت تطرد ناس من حياتك كتير، شايفك يعني ابتدأت تتغير، ابتدأت تعرف الأشخاص اللي بيحبوك من الأشخاص اللي بيضروك، حبيت وبقيت تعرف صح. شافك برضو شاغل نفسك بحاجات كتيرة في حياتك أو تخص مواضيع بتتفتح قدامك، شاف في خطوات كتيرة. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح، فضلا وليس أمرنا أحبابنا في الله، دعموا الفيديو باللايك. شايف برضو هنا اللهم صل على سيدنا محمد، شاف عندك هنا إعجاب، حد معجب بيك أو حد مشدود ليك، حد عايز يكلمك، هيبدأ معاك، شاف علاقة حب، هتكون الأول صداقة بعدين هتتحول لحب، شايف هتدخل في كلام كتير، عندك راحة بال الفترة اللي داية برضو، شايف عندك الحياة العاطفية مفيش استكمال معاك،
شايف في خيانة حصلت أو في خيانة أمامكم وتكتشفوها، فيريت تخلي بالكم من نفسيكم. يعني اللهم صل على سيدنا محمد، بلاش تضحوا، بلاش تضحوا، بلاش تدوا الشريك يعني لدرجة انكم عودتوه انكم تدوه. بس انا شايف ان انتم متخزلتوا منه. اعيدوا ثقتكم بنفسكم يعني، وما تخلوش اي حدا تأثر عليكم. شايف هنا في حدا محيرك او موضوعين محيرينك، حيرانين يعني مش عارفين تاخدوا فيهم خطوة ولا تاخدوا فيهم قرار. بس انا شايف عندكم اسئلة كثيرة، يعني عندك كمية اسئلة عمال تسأل كذا سؤال في نفس الوقت. شايف عندك ربط احداث حلوة برضو، يعني هو يخليك تطلع من اللي انت فيه. بس انا شايف هنا في دموع نازلة، في دموع نازلة منكم. شايف ان انتم مكتشفين حاجة، في سر اكتشفتوه، في حاجة اكتشفتوها، في اوراق تتفتح، في كلام هيتقال. شايف في كلام وفي مواجهة تخص الاهل، يعني مواجهة مع حد تخص الاهل، والمواجهة دي هيديب اللوم عليك. بس انت خلي بالك ما تغلطش شيء، خلي بالك ووازن امورك. انا شايف الحسد شديد مسيطر عليك في العلاقة بتاعتك، في البركة، مسيطر عليك في الرزق، مسيطر عليك في الفرحة، مسيطر عليك في حاجات كثيرة جدا. شايف في قلب سحر على ساحر، او خروج سحر من بيتك، شايفه تخرج سحر من بيتك. وانا بقول لك حصن نفسك. شايف انك هتحقق امنية بقالها مدة واقفة معاك، بس انا شايفها تخلص من الطاقات السلبية. شايف عندك خبر حمل، في خبر حمل. شايف عندكم في خبر، خلاص قدامك ثلاث نقط ان شاء الله. في حد عندك ناوي يعمل عملية، ان شاء الله هيكون فيها خير وما يقلقش، ان شاء الله هيقوم بالسلامة منها. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف هنا في ظهور اشخاص، يعني ظهور اشخاص في حياتكم. شايف في مجال الشغل، مجال شغل جديد او مجال حد جديد في حياتكم. شايف بس انت هنا حد عايز تشاركه في مشروع، الحد ما رضيش يرد عليك او ما عطيكش عقد نافع. حاول تسعى لوحدك، حاول تشتغل لوحدك، اتغير نظامك، اتغير تفكيرك، تحسبها بالورقة والقلم اكتر. شايف ان انت بتعمل حاجات كتيرة مختلفة في حياتك، يعني ودي من اجمل الفترات. شايف ان انت في حاجات كتيرة بتعملها، عندك بيع وشراء، ناوي تشتري او ناوي تبيع. شايف في حد هتسدها. بسم الله الكاشف. شايف هنا من كتر ما انت عايز، شايف ناوي على حاجات، من كتر ما انت بتفكر مفيش حد فاهمك انت عايز ايه ولا بتفكر ازاي. دماغكم ابتدت تشتغل اكتر، بدأتوا تعملوا حاجات كتيرة مختلفة. يعني شايف برضو بدأتم تنتصروا على اعدائكم، بدأتوا تمتلكوا حاجات مختلفة، بدأتم تاخدوا حقكم، حقكم رادع. شايف حقكم رادع بإذن الله تعالى، لأن انتم ظلمتم كتير واستسلمتم كتير وديتم كتير وعملتم حاجات كتيرة. حان لنتم وقت تاخدوا حقكم وحقكم يردع وتنتصروا على اللي ظلمكم. شايف ردوا حق قريب بإذن الله تعالى. شايف في خبر عن الحمل كما كنا. شايف في فرحة، لإما ارتباط، لإما رجوع، لإما زواج جديد بإذن الله تعالى. بس خلي بالكم من طاقة السحر، وحاولوا تتخلصوا من الحسد والسحر اللي عندكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم من كل داء يؤذيكم، والعلاج كله داخل القناة، من علاج السحر وعلاج المس وعلاج التعطير. واللي حابب يتواصل معنا الرقم أمامكم، إن شاء الله نكون في حسن ظنه. و
كما تعودنا الصلاة على الحبيب مفتاح كل شيء، انزل فيها التعليقات صلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين. كل نتمنى من أحبابنا في الله ادعموا الفيديو باللايك، وإن كنت لم تشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد من أسرار العالم الروحاني. والسلام عليكم ورحمة الله.